السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض محاضره هيلث اسسمنت اوف انيميا ديورينج بريجننسي. معاكم دكتوره مي محمود حسن، مدرس بقسم صحه المراه والتوليد، كليه التمريض، جامعه بنها. طبعا احنا بنتكلم على هيلث اسسمنت. كلمه هيلث اسسمنت لازم تشمل 3 مصطلحات: هيستوري، اكزامينيشن، انفستيجيشن. بالنسبه للانيميا لازم ناخد ديتيلد هيستوري اللي هو التاريخ المفصل، واعمل فيزيكال اكزامينيشن، وكمان اطلب الابروبريت انفستيجيشنز اللي تقدر تعرفني ايه هي الكوزز اوف انيميا او ايه هي اسباب الانيميا. طبعا الانيميا في البريجننت وومن ممكن تبقى بسيطه اللي هي مجرد تاخد علاج، وممكن تبقى حاله خطيره جدا ممكن توصل الست للديس، ممكن الست تموت لو انا ما لحقتهاش وعالجت الانيميا بسرعه. بالنسبه للهيستوري طبعا انا قلت هاخد ديتيلد هيستوري. ديتيلد هيستوري هيكون عن ايه؟ اول حاجه الدايت، ودي طبعا اهم نقطه بالنسبه للانيميا. لازم اشوف الدايت او الهابتس بتاعتها ايه، العادات الغذائيه بتاعتها ازاي، ماشيه ازاي، وبتاكل ايه وبتشرب ايه. تاني حاجه بشوف الجاينيكولوجيكال هيستوري والاوبستاتريك هيستوري والدراجز اللي بتاخدها والسوشيال هيستوري، اشوف الحاله الاجتماعيه برضو عندها، الدخل بتاعها كويس ولا لا، عشان اقدر اشوف هل هي بتقدر تجيب الدايت المناسب ليها والحاجات اللي تغذيها اثناء الحمل، ولا هي مثلا في ناس مستوياتها بتبقى قليله قوي ما تقدرش، او يحصل لها انيميا، او تبقى عاداتها الغذائيه غلط. تمام. نيوتريشنال انيميا دي بتبقى شائعه اكتر في الديفلوبينج كانتريز اللي هي زينا، او يعني اللي هي الدول الناميه شويه، مش في الدول المتقدمه طبعا. لذلك انا لازم اعرف الدايتري هابتس بتاعت الست الحامل، لان انا دلوقتي لو انا اديتها بلان معينه او استراتيجي تقدر تمشي عليها علشان نعالج الانيميا، وبعد كده مشيت على نفس العادات الغذائيه الغلط اللي كانت ماشيه عليها، خلاص كده الانيميا هترجع تاني. طيب الهيستوري عندنا زي ايه؟ اول حاجه ديوريشن اند سيمتومز اوف انيميا، مدتها والاعراض اللي عندها، لو عندها اي اعراض من الانيميا لازم طبعا اسجلها عندي. السيمتومز اوف دي كومبنسيشن اند بوسيبل بريديسبوزينج فاكتور، الاعراض اللي هي بتقول ان حصل اي تدهور في اجهزه الجسم. الانيميا طبعا بتاثر على كل اجهزه الجسم، ممكن تاثر على الليفر، على الكدني، على اي جهاز في جسمنا. والبريديسبوزينج فاكتور اللي هي العوامل المسببه للانيميا. في حاجات تانية، حاجات سبيسيفيك شويه، زي البيفي ريد بينفول تانك اللي هو اللسان بتاع الست الحامل اللي بيكون عندها انيميا، هلاقي لسانها في زي يعني مثلا تقرحات اللي هي السورس، خلاص بيبقى لونها احمر وبتكون بينفول. دي في الغالب بتكون بسبب نقص فيتامين بي 12، فيتامين بي 12. تمام. بعد كده الديسكالرد نيلز. يعني ايه ديسكالرد نيلز؟ يعني اظافر مشوهه. يعني ايه برضو مشوهه؟ ممكن الاقي النيلز بتاعتها ممكن تبقى وايت، ممكن يلو، ممكن جرين، المهم ان هي شكلها اب نورمال، مش شكلها طبيعي خالص. باراسيزيا اللي هو تنميل، اكيد الست الحامل اللي عندها انيميا في اغلب الاوقات نلاقيها بتشتكي تقول للدكتور انا بحس ان ايدي بتنمل، او صوابع ايدي بتنمل، او رجلي بتنمل. تمام. فالتنميل ده عرض مهم جدا من اعراض الانيميا. كمان من ضمن الهيستوري اللي هاخده، لو كان عندها هيستوري من البوست بارتم هيموريدج او الابورشن، لو حصل لها قبل كده نزيف او ابورشن، ده ممكن يكون بسبب الانيميا. كمان باخد الدراجز اللي هي بتاخدها اسجلها كلها عندي. بمعنى ان احنا بنقول ان احنا لازم ناخد ديتيلد هيستوري عشان اقدر اوصل للسبب بتاع الانيميا او الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون حصلت. طيب الفيزيكال اكزامينيشن، طبعا في حاله الانيميا انا لازم اعمل جود فيزيكال اكزامينيشن عشان اقدر اتاكد هل في انيميا ولا مفيش، ولو في انيميا ايه هي الايتيولوجي بتاعتها او الكوزز بتاعتها، ايه الساينس اوف دي كومبنسيشن، اثرت على اجهزه الجسم ازاي، هل ضرت اي جهاز من اجهزه الجسم ولا لا. تمام. فانا عندي حالتين، ممكن الانيميا دي تكون كرونيك انيميا او اكيوت انيميا. طيب في حاله الكرونيك انيميا غالبا هلاقي عندي اعراض زي الكارديوميجالي اللي هو تضخم في عضله القلب، او الباوندنج بالسز اللي هي بيبقى فيه خفقان قوي اللي هي ضربات القلب السريعه والقويه، والسيستوليك فلو مارمر او بنسميه هيميك مارمر. الهيميك مارمر ده عباره عن صوت الدكتور بيسمعه، ده بيكون خاص بالبريجننت وومن اللي عندهم انيميا، صوت بيسمعه هو بالسماعه وهو بيعمل الفيزيكال اكزامينيشن. طيب في حاله الاكيوت بقى، الاكيوت هتحصل منين؟ هتحصل من حاجه زي البليدنج اللي هو الاكيوت بلاد لوس،
لما السكة هتنزف دم كتير مرة واحدة، فطبعا هتدخل في شوك، وكمية الدم اللي خرج دي كلها دخلها في أنيميا. ففي حالة الأكيوت هلاقي الأعراض عندي بيلور أو جوندس، أو كمان لازم أدور على السبلين والليفر سايز، أشوف السايز بتاعهم هل في حاجة حصل فيها تضخم، فيها مشكلة ولا لا. ده كله تبع الفيزيكال إكزامينيشن. طيب بالنسبة للإنفستيجيشنز بتاعتنا، في إنفستيجيشن جنرال بشوفها لكل الناس اللي عندهم أنيميا، وفي حاجات بتبقى سبيسيفيك زي مثلا الأيرون ديفيشنسي أنيميا ليها تحاليل معينة خاصة بيها. الحاجات الجنرال زي إيه؟ زي الفول بلاد كاونت أو السي بي سي، هبدأ أشوف الهيموجلوبين ليفل، هشوف الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلت كاونت. هبتدي كمان أشوف حاجات مهمة قوي زي الإم سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم، لو حجم كرة الدم الحمراء نفسها الام سي في. الام سي في دي هتحدد عندي نوع من انواع الانيميا، يا اما هتكون مايكروسيتيك انيميا يا اما ماكروسيتيك انيميا يا اما نورموسيتيك انيميا. هعرفها ازاي؟ من خلال الام سي في طلعت معايا كام. النورمال بتاعها من 80 ل 100، فلو طلعت من 80 ل 100 هتبقى نورموسيتيك، لو كانت اقل من 80 هتبقى مايكروسيتيك انيميا، اكتر من 100 هتبقى ماكروسيتيك انيميا. كمان ابتدي اشوف الام سي اتش والام سي اتش سي اللي هو المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. دول برضو اقدر احدد من خلالهم نوع الانيميا، ممكن يكون عندي هايبوكروميك انيميا او نورموكروميك انيميا. طيب الانفستيجيشن بقى الخاصه بالايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي انيميا نقص الحديد، عندي اول حاجه السيرم فيريتين، اللي انا لو لقيت السيرم فيريتين عندي الليفل بتاعه قليل يبقى دي ايرون ديفيشنسي انيميا. تاني حاجه توتال ايرون بيندنج كاباسيتي، دي اللي هي التوتال اماونت اوف ايرون المرتبطه بالبروتينات في الدم. في عندي كده انا حديد بيبقى مرتبط بالبروتين اللي موجود في دمنا، فعايزه اشوف بقى التوتال اماونت دي قد ايه. كمان الترانسفيرين ساتوريشن، دي بتكون نسبه مئويه معينه، ده برده في تحاليل الايرون ديفيشنسي انيميا بيكون بالنسبه المئويه، وهو عباره عن السيرم ايرون على التوتال ايرون بيندنج كاباسيتي. اخر حاجه بشوفها المارو ايرون ستين، ده طبعا بيستخدموا صبغه زرقاء عشان يبداوا يقيسوا نسبه الحديد في نخاع العظم بتاع البريجننت وومن اللي عندها انيميا. بالتوفيق ان شاء الله.